maybe teach them how to run a country without a budget. تخيل عمره ما يكون في كهرباء، شو ايام جدك كان في كهرباء، كيف عاشت البشريه بدون كهرباء؟ المسيحيه بحق لهم يكون عندهم كمان محطه. بتعرفي ليه اهين شيء يرموا هالتهم والمسؤوليه؟ لانه بكل بساطه ما اجت الكهرباء. نحن بالأكترية ولكن نحن مش الأكترية، هي دايما بقولها، ونحن بالسلطة بس نحن مش كل السلطة، وعلى الأكيد نحن مش بالدولة. الزمان قالوا لها لا يمكن ماري روز بالأشرفية، مش قالوا لها عجبك إنه انقطع الطحين وانقطع الخبز وما في خبز بقى؟ قالت لهم إيش عليه يأكلوا بسكويت. No, this was offered to me, you know, as like to have friends like I was. واللي بيصنعهم عاملين هالضجة وقايمة القيامة على 200 شخص بيقول اعطيناهم ما بعرف جنسية أي بلد، يعني مش الحال، آخر شيء الجنسية اللبنانية قديش هي تمينة، بس كلنا بنعرف قديش هي محدودة. الجوعان بيطالب برغيف خبز، بيطالب بالبنزين، بيطالب بالطبابة، ما بيطالب بإسقاط حكومة وإسقاط نظام. ليكو وين صرنا يا جماعة؟ بناغازاكي وهيروشيما هن المدينتين الوحيدين باليابان يلي هن كان فيهم وجود مسيحي كثيف. هذا ما حدا بيعرف. انه طب كيف كمان انه ما عم بتضل الا مناطق الا بتضيع مسيحيه يعني بالتحديد يعني وليد جملاط. اوف. لاقول لك ليه؟ لانه وليد جملاط اثبت انه بفضل طائفته على المصالح الوطنيه. سمير جعجع ما ثبت لي هيدا الشيء. طب انت عم تحكي الحكي بدنا نقول عنك انت انه انت مرضع الكل عنصري من اجل ديانتي. يا خي وقفوا الخليفه شوي، مش معقولة. اختار ايران. ايران بحب حياكة السجاد، الحقيقة كثير مهمة وكثير بتعلمك الصبر والهيبة. انا بحب حياكة السجاد. صح، لما ببطل عندك مبدأ عم بتدافع عنه، لما ببطل عندك قضية، لما ببطل عندك أي هدف غير البقاء بالسلطة، السلطة للسلطة، بيصير ما عندك شيء تقوله غير هيك تصريحات. كل ما خفوا المناصرين كل ما بيزيد الجنون. في جروب من السلطة عم يخسر كتير وعليه كتير ضغط، ومعه عم تكبر عبادة الزعيم بلا سبب مقنع. هالتصاريح اللي سمعناها هي مأساة، بس المأساة الأكبر هي إنه هالتصاريح هي اللي حاكمتنا.